واحد بيقول انني انسان اعرف ربنا، لكن توجد عندي نقطة ضعف وهي سرعة الانفعال، مع انني بعد ما اعصابي بتهدى اندم على الذي فعلته، فهل من الممكن اني اكون انسان هادف جميع المواقف؟ يلزمك ضبط النفس، يعني كل ما تلاقي نفسك تنفعل مفروض انك تضبط نفسك، لان افرض لما انت هديت ندمت، لكن الاشخاص اللي انت انفعلت عليهم زعلانين منك، تبقى استفدت ايه؟ اهو انت ندمت لكن هم زعلانين منك، وفقدت صداقة اشخاص بسبب انفعالك. حاول انك انت تهدئ نفسك وما تنفعلش وتضبط روحك، واذا انفعلت من جوه ما تنفعلش من بره. يعني ان لقيت قلبك بيغلي من جوه ما تخليش لسانك يغلط من بره، فيبقى هو قلبك غلط لكن لسانك لسه ماسك نفسه. طبعا لا لسانك ولا ايدك ولا ملامحك، في واحد ما يتكلمش بلسانه لكن ملامحه ملخبطه، نظراته ووشه يعني برضه.